تسكن على القبر وتعاتب الناس يلي دفنت والدي خبروني عنه من هو الجمع جثته من غسل الناس وبيا قلب شال السهم والرمح منا من هو وصل لجنازته هل هل عليه بونته نزل أبويا الحفرته وشلون نزل جثته شلون نزل جثته خبروني عن وصف النعاش يا شايلينا وشلون شكل المغتسل ينغسلينا من هو صل جنازته قبل جبينا يا نازلين الكربلة حنوا علينا ليكون باقي خنصرة وقلبه في وسط الثرى وعضاه اللي مبعثرة في كل كتر متوذرة كل كتر متوذرة زال صوتك يا الأبو يتوسد يحشاي لا تزال صرخاتي الظما تجرحني هواي مكسورة الخاطر تظل الحسرة وياي واذكر أبويا بالظما من نشرب الماء أنا اللي كنت مدللة واليوم بيك مذاهلة ياخذني تذكاري البلا يا ريت موتي كربلا بكربلا للشاعر علي مهدي المادح.